بسم الله الرحمن الرحيم. الطالبات والطلبة الأعزاء في السداسي الرابع الفوج الثالث والرابع، مرحبا بكم في المحاضرة الأولى لمادة حقوق الإنسان والحريات العامة. سنخصص هذه المحاضرة لتناول الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان. دائما كما تعرفون أن أي مادة لا بد من تحديدها وتحديد المفاهيم الأساسية التي تؤطرها كأول خطوة منهجية للتعمق في مختلف الإشكاليات التي تطرحها. إذن بصفة عامة، تعريف حقوق الإنسان هو مسألة صعبة جدا. حقوق الإنسان يصعب تعريفها لأن مضامينها متعددة مختلفة، أبعادها متعددة أيضا، ويعني ترتبط فيها معارف كثيرة جدا يتفاعل فيها القانون وعلم الاجتماع والسياسة، وتختلف يعني فيها المفاهيم وفق السياقات المتعددة. ورغم ذلك يعني هناك نوع من التوافق على اعتبار أن حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة، أي الحقوق الأصيلة أي الطبيعية الفطرية التي لا يمكن أن نعيش بدونها، لأن هذه الحقوق توفر لنا كيانا يسمح لنا بتطوير ذاتنا، بتطوير صفاتنا البشرية ومواهبنا ووعينا وتلبية مختلف حاجياتنا الروحية والمادية. إذن الفكرة الأساسية هي أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في طبيعتنا، لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدونها، هي حقوق ملازمة للطبيعة الإنسانية، يتمتع بالإنسان ويحميها القانون ولا يمكن انتهاكها بأي شكل من أشكال ولأي سبب من الأسباب. لهذا عادة ما يقال أن حقوق الإنسان هي حقوق طبيعية تتأسس إلى انتمائنا المشترك إلى الإنسانية. هذه الفلسفة أو هذه التعريفات هي ما ركزت عليه المادة الأولى عفوا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تؤكد هذه المادة على أنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء. يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء. هذه الفلسفة نجد أيضا مثلا أن التقرير العالمي حول التنمية الإنسانية لسنة 2000 يعني يسير في نفس هذا التوجه، حيث يعتبر أن حقوق الإنسان هي حقوق يتمتع بها كل الأشخاص بمقتضى وضعهم الإنساني، وذلك قصد العيش بحرية وكرامة، وهي حقوق كونية ولا يمكن التصرف فيها وغير قابلة للتجزئة. إذن تبقى حقوق الإنسان أساسا هي حقوق إنسانية ذات طبيعة إنسانية شمولية، فيها عدة حقوق وتشمل كل البشر، فكل إنسان له الحق في أن يتمتع بحقوقه وحريته دون تمييز على أساس أي نوع من أشكال التمييز، سواء اللون، العنصر، الجنس، اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وهذا أيضا ما كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يؤكد على ما يلي: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون ما تمييز من أي نوع
ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. إذن حقوق الإنسان تقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ عدم التمييز، لا نون ديسكريميناسيون، مساواة جميع البشر في التمتع بجميع الحقوق. هي حقوق للجميع يتمتع بها الجميع بدون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها من الاعتبارات. لهذا دائما ما نقول أن لحقوق الإنسان مجموعة خصائص رئيسية. ما هي الخصائص الرئيسية لحقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان أولا هي حقوق كونية، دي droit universel، حقوق كونية. هناك من يستعمل تعبير حقوق عالمية، حقوق شمولية، كلها تعني نفس الأمر، بمعنى أن هذه الحقوق لا تشمل منطقة جغرافية في العالم دون أخرى، ولا تشمل فئة دون أخرى، بل هي ملك للإنسانية كلها، ومن حق كل البشر أن يتمتعوا بها على قدم المساواة، وبغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والثقافية. بشكل من الأشكال، حقوق الإنسان تشكل أرضية مشتركة، ديانة مشتركة، لغة مشتركة، تتجاوز كل الحدود الجغرافية والدينية والثقافية والزمانية. هي لغة يمكن أن تتحدثها كل الإنسانية وأن تفهمها كل الإنسانية. لهذا عادة ما نقول أن كرامة الإنسان لا وطن لها، وحقوق الإنسان لا وطن له، ولا جنسية له، ولا دين له، فهي أفق مشترك للإنسانية وتعبر عن الجوهر الإنساني في كل مناطق العالم. إذن الخاصية الأولى هي أن حقوق الإنسان حقوق كونية شمولية تتجاوز كل الحدود الجغرافية والثقافية والزمانية، فهي مشتركة بين جميع البشر. حقوق الإنسان أيضا الخاصية الثانية هي أنها حقوق غير قابلة للتصرف، غير قابلة للتصرف، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصرف في حقوقنا أو أن نمس بها أو أن ننتهكها، ولا يمكن لأي كان أن يقوم بإلغائها أو أن يتنازل عنها. فحتى لو أراد الشخص أن يصبح عبدا وأن يتنازل عن حريته، فذلك غير ممكن، لأن فيه مسا بكرامة كل البشر. لهذا يحرم الرق والعبودية، ولا يمكن لأي شخص أن يتعاقد مع شخص على أساس أن يشتغل عنده كعبد مثلا. فهذا العقد، وحتى ولو توفرت فيه الإرادة الكاملة للشخص، إلا أنه باطل بطلانا مطلقا، فما بني على باطل هو باطل، لأنه بني على أساس الرق، وهو مس بكرامة الإنسان. الخاصية الثالثة هي أن حقوق الإنسان حقوق غير قابلة للتجزئة، droit indivisible، حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة على مستويين. من جهة لا يجوز وضع هرمية، يعني تراتبية وأفضلية بين الحقوق، فجميع الحقوق سواء سياسية المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية متساوية، وهي ضرورية وأساسية للعيش بكرامة. ومن جهة أخرى أيضا لا يمكن أن ننتهك حقا من الحقوق لضمان حق آخر من الحقوق. فلا يجوز مثلا أن نمنح للشخص حقوقه الاقتصادية، مثلا حقه في السكن وحقه في الصحة، ولكن
مقابل ذلك نطلب منه أن يقبل التخلي عن حرية عن حقه في حرية التعبير، وعن حقه في تأسيس الحزب مثلا، أو عن حقه في السلامة الجسدية، لأن هذه الحقوق هي حقوق مترابطة متكاملة، لا يمكن المساس بحق دون آخر، لا يمكن المساس بحق دون أن يؤثر ذلك على الحقوق الأخرى. إذن لهذا نقول أنها حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة بعضها البعض، بمعنى من جهة لا يمكن أن نقوم بترتيب الحقوق وأن نفضل حقا على حق، ومن جهة أخرى فلا يمكن، هذه الحقوق مترابطة بشكل كبير جدا، فلا يمكن أن نمس بحق من أجل ضمان حق آخر. هذه المسألة كانت متواجدة في أثناء الصراع الإيديولوجي خلال الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي كان دائما ما يفضل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأنه كان نظام اشتراكي كان يوفر لمواطنيه مجموعة من الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالعدالة، مثل الحق في الصحة، الحق في الشغل، الحق في العمل، في الصحة، الحق في الغذاء، الحق في السكن. ولكن بالمقابل كان يقمع كل الحقوق والحريات المدنية، من حرية التعبير، من حق في المعارضة، من الحق في تأسيس الأحزاب والنقابات وغيرها من الأمور. العكس أيضا نجده في المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، كانت تركز كثيرا على الحقوق الليبرالية، أي على الحرية، يعني حرية التعبير، حرية التنقل، حرية تأسيس الجمعيات، حرية تأسيس الأحزاب. ولكن بالمقابل لم تكن تتدخل الدولة لحماية الحقوق الاقتصادية، من حق في الصحة والسكن وغيرها من الأمور. جاء إعلان فيينا سنة 1993، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، فأقر في إعلان فيينا، يسمى بإعلان فيينا، بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق كونية غير قابلة للتجزئة، وهي حقوق مترابطة. قولنا بهذا بأن حقوق الإنسان حقوق كونية وحقوق غير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف، لا يعني أن هذا هو الواقع. الواقع أنه أحيانا نصطدم بأن هذه المبادئ غير موجودة، أو هي موجودة بشكل نسبي، فالمصالح الدول أحيانا تغلب منطق حقوق الإنسان، فتستخدم سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، ويتم الدفاع عن المصالح الاقتصادية وموازين القوى أكثر من حماية حقوق الإنسان. إذن دائما هناك شرخ بين خطاب حقوق الإنسان وبين الواقع، الذي ما زال يحتاج إلى كثير من الكفاح من أجل إقرار حقوق الإنسان. لحقوق الإنسان أيضا أبعاد مختلفة ملازمة لحقوق الإنسان، دائما ارتبطت بحقوق الإنسان. هذه الأبعاد تكمن أولا في البعد الوجودي. البعد الوجودي لأن حقوق الإنسان هي التي تمنح للإنسان ذاته ووجوده، وتجعل منه يعني إنسانا ذو جوهر، يعني حي ذو جوهر تحترم ذاته وكرامته. ما يميز الإنسان كونه إنسانا عاقلا وحرا قادرا على الفعل والتدبير، وبالتالي فكينونته هي في امتلاكه القدرات الذاتية الجسدية والفكرية لتغيير واقعه وللتحكم في وجوده وفي محيطه. وهذا هو بعد الوجودي، بمعنى أن حقوق الإنسان هي التي تمنح الإنسان كينونته الوجودية.
لكن البعد الاجتماعي المدني لحقوق الإنسان. فحقوق الإنسان هي تعبير وتجسيد لإرادة الأشخاص في تنظيم أنفسهم في إطار ما سبق أن درسناه، أو التعاقد الاجتماعي أو العقد الاجتماعي، اجتماع الأشخاص والأفراد للخروج من مجتمع الفوضى والغاب، وتكوين سلطة منظمة يمنحون لها ما يسمى بالسلطة العامة من أجل تنظيم أنفسهم وإحقاق النظام العام والعيش المشترك والمصلحة العامة. هذا هو البعد الاجتماعي المدني، بمعنى أنه من أجل العيش المشترك داخل المجتمع، من أجل أن تغلب المصلحة العامة والإرادة العامة، المصالح الخاصة والفردية والأنانيات، تم إرساء القوانين، ومن خلال القوانين تمت هذه القوانين تقوم بحماية حقوق الإنسان. وبالتالي يعني إشكالية حقوق الإنسان في الأصل هي هذا البعد الاجتماعي المدني، هي كيف نقوم بوضع توازن بين الحرية والسلطة، بين الحرية والسلطة. تعرفون أن الغاية من وجود السلطة هي الأمن والنظام الاجتماعي والنظام العام وحماية الحقوق والحريات. إذن فالدولة دائما هي المسؤولة الأولى عن حماية حقوق الأشخاص، لأن التعاقد باسم التعاقد، فعلى الدولة حماية حقوق مواطنيها وتفعيل وإعمال هذه الحقوق ليتمتعوا بها. البعد الثالث هو البعد الشخصي، تطوير الشخصية الإنسانية في مختلف أبعادها هو الغاية من حقوق الإنسان. دائما تلقى حقوق الإنسان مرتبطة بتنمية الشخصية الإنسانية، إثراء الشخصية، خلق شخصية منفتحة متسامحة تثق بنفسها وبقدراتها. وهذا هو دور حقوق الإنسان. أينما توجد حقوق الإنسان ستجدون مجتمعات سعيدة، مؤشرات السعادة مرتفعة. مثلا مؤشر السعادة العالمي غتلقاو الدنمارك أو الدول الإسكندنافية هي الأكثر تقدما، وفي نفس الوقت غتلقاو أنها الأكثر احتراما لحقوق الإنسان، الأكثر تسامحا. لهذا دائما البعد النفسي حاضر بقوة في مجال حقوق الإنسان. البعد الرابع هو البعد القانوني. لا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان بدون القانون. لماذا؟ لأن القانون هو الإطار، هو المنظومة التي تحمي وتضع الضمانات لحماية حقوق الإنسان وحماية المصلحة المشتركة للمواطنين من خلال حقوق الإنسان. لهذا لا معنى لحقوق الإنسان بدون القانون، لا معنى لحقوق الإنسان بدون سيادة القانون. سيادة القانون هو الأساس لاحترام حقوق الإنسان، سيادة المؤسسات، سيادة التشريعات والقوانين، حيث أنها تكون هي الحكم الذي يخضع له الجميع. هذا هو مبدأ الأساسي لحماية حقوق الإنسان. مسألة تدريس حقوق الإنسان هو تدريس حديث النشأة، لم يكن موجودا منذ يعني حديث النشأة، وتتداخل فيه عدة يعني معارف وتخصصات، القانون، الفلسفة، العلاقات الدولية. لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه المادة مادة مستقلة تدرس في الجامعات، على اعتبار أنها تسمى مادة حقوق الإنسان أو الحقوق الإنسانية أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الحريات العامة أو الحريات الأساسية لدغوا فوندامونت. التعريف يعني هناك تعريف شائع جدا يعتبر أن حقوق الإنسان عنده علاقة بهذا الشيء، يعني التدريس ديالها. علم حقوق الإنسان يمكن تعريفه كفرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية، موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية، مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح كل كائن إنساني. هذا هو تعريف، انتهى كلام ريني كاسان، تعريف ريني كاسان الذي يعتبر الأب الروحي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدريس حقوق الإنسانية أصبح تخصص قائم الذات. كاين إجازة مثلا غتلقاوها إجازة خاصة بحقوق الإنسان، كتدرس في تاريخ حقوق الإنسان، سوسيولوجيا حقوق الإنسان، أنثروبولوجيا حقوق الإنسان، الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع. بالطبع يبقى دائما الإشكالية الكبرى في حقوق الإنسان ليست هي في النصوص القانونية الجيدة أو في استعراض هذه الحقوق والقواعد، بل تكمن أهمية حقوق الإنسان في تطبيقها الملموس، في أن يشعر الناس بأنها موجودة، بأنها تدخل إلى بيوتهم، بأنها جزء من حياتهم اليومية. لهذا في السلوك يعني لا تتطور حقوق الإنسان ولا توجد إلا من خلال العمل على تغيير سلوكنا اليومي واستبطان هذه الحقوق في حياتنا اليومية وفي معاملاتنا المتبادلة مع الآخرين. لهذا في حقوق الإنسان أهميتها هي في الواقع في الملموس وليس فقط في مجرد النصوص. يعني السلوك اليومي للمواطن، السلوك الفردي والجماعي هو الذي يمنح معنى للقوانين الحامية أو الضامنة لحقوق الإنسان. لهذا ستجدون أن في حقوق الإنسان دائما كاين آليات، غير تسمعوا كلمة آليات ميكانيزم، فالدور ديالها هي حماية حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان. فمن حق الأفراد إذا انتهكت حقوقهم أن يلجأوا إلى القضاء باعتباره السلطة الضامنة لحقوق الإنسان. وهناك أيضا آليات أخرى غير القضاء يمكن اللجوء إليها للحصول على الانتصاف. الآن ننتقل إلى عنصر جديد، هو مسألة كاين إشكال كبير لغوي بين كلمة حقوق الإنسان أم حقوق إنسانية. غتلقاو الكثير من المنظمات تستعمل كلمة حقوق الإنسانية، حقوق الإنسانية لدغوا إما، في حين أنه مثلا أنا أستعمل كلمة حقوق الإنسان في العالم العربي ما زلنا نستعمل كلمة حقوق الإنسان، رغم أنه بعض الجمعيات مثلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستعمل الآن كلمة الحقوق الإنسانية دغوا إما. باللغة الإنجليزية كتستعمل كلمة human rights، بالإسبانية derechos humanos. يعني كلها مترادفات، نعت، عبارة عن نعت، حقوق إنسانية، حقوق إنسانية. من أين بدأ هذا الإشكال؟ لماذا هناك اختلاف؟ البعض يدعو إلى استعمال حقوق إنسانية والبعض اكتفي بالإبقاء على كلمة حقوق الإنسان. المسألة ليست مجرد خلاف لغوي، بل عندها علاقة بضغط قامت به الحركات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، وطلبت فيه من مجموع الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية بتغيير اسم حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنه يعني يختزل أو يحتوي على حمولة ذكورية تمييزية ضد النساء، على أساس أن الإنسان لوم دغواد لوم دائما ما يحيل على الذكر مقابل المرأة لا فام. هذه هي الفكرة التي انطلقت منها خصوصا منظمة العفو الدولية أمنيستي انترناسيونال للمطالبة بتغيير الاسم، بل أكثر من ذلك بتغيير النصوص التاريخية لحقوق الإنسان. مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيولي اللي كيتسمى الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية، ديكلاراسيون دي دغوا دو لوم، ستولي ديكلاراسيون دي دغوا لما. اللغة كتعرفوا أنها ليست محايدة، اللغة حتى هي اللي كيكتبوها دائما يعبرون عن مصالحهم. هذا يعني كانت هذه الفكرة، أن اللغة التي كتبها بها نصوص حقوق الإنسان لغة ذكورية تعبر عن الرجل. في التاريخ السياسي الأوروبي وفي الثورة الفرنسية غلقوا إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام سنة 1789، هو أشهر إعلان تاريخي لحقوق الإنسان، وستستلهم منه الكثير من الدول والثورات يعني مبادئها.
هذا الإعلان الذي صيغ خلال الثورة الفرنسية سيلقى معارضة شديدة من طرف مجموعة من النساء الفرنسيات، لأن الثورة الفرنسية همشتهم بشكل كبير جدا، واعتبروا أن هذا الإعلان يخاطب فقط الرجال. ولهذا فبعد سنتين من هذا الإعلان ستقوم الكاتبة الفرنسية أولامب دوغوج بصياغة مشروع إعلان حقوق المرأة والمواطنة، ديكلاراسيون دي دووا دو لا فام اي دو سيتويان، كرد فعل على لا ديكلاراسيون دي دووا دو سيتويان، عفوا لا ديكلاراسيون دي دووا دو لوم اي دو سيتويان. هما غيمشيو في سنة 1993 ولام دو جوج غدير ستقوم بصياغة إعلان حقوق المرأة والمواطنة، ديكلاراسيون دي دووا دو لا فام اي دو سيتويان، وهذا يعني تعبير عن احتجاجهن على المصطلح الذكوري. في العالم العربي أيضا توجهت العديد من المنظمات إلى استعمال هذا المصطلح. في الواقع بالنسبة للغة العربية يعني لا يوجد أي مشكلة في اللغة العربية. سنجد أن مصطلح الإنسان، إذا رجعنا لمجد جميع المعاجم ستلقوا أن مصطلح الإنسان في اللغة العربية يعبر عن النوع الإنساني. الإنسان في القرآن الكريم أو في جميع الكتابات تعبر عن الذكر والأنثى معا، ليس بتعبير رجولي، ليس بتعبير ذكوري، يعني يعبر عن، يحيل على الأنثى والذكر وعلى الجنس البشري. لهذا في كلمة الإنسان راقية جدا، وأعتقد أنه لا حاجة لاستعمال مصطلح الحقوق الإنسانية في اللغة العربية. يجب الإبقاء على كلمة حقوق الإنسان بدون أن نستعمل النعت الإنسانية، لأن كلمة إنسان كلمة راقية تعبر عن الذكر وعن المرأة. بالنسبة لفرنسا كان إشكال كبير جدا، وصل الأمر إلى حد تدخل اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فقدمت رأيها في الموضوع سنة 1998، وخلصت فيه إلى ضرورة الإبقاء على تعبير حقوق الإنسان لأنه لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة، وهو يجسد ويعبر عن مجموع الحقوق الأساسية للنساء والرجال. إذن في فرنسا رسميا ما زال لي دووا دو لوم باللغة العربية أيضا. بالطبع اللغات الأخرى تستعمل النعت كنعت، يعني ديريتشوس هومانوس بالإسبانية هيومان رايت، وحتى في فرنسا الآن مثلا منظمة العفو الدولية تستعمل كلمة دووا إيما. دونك في اللغة العربية لا يوجد أي مشكل. نقطة أخيرة في هذه المحاضرة الأولى تتعلق بمسألة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هناك خلط كبير جدا بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لا بد من أن نعرف الحدود الموجودة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن هناك الكثير من أشخاص يعني يختلط عليهم الأمر. ماذا نقصد بالقانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، يضم مجموعة من القواعد القانونية الدولية لحماية الأفراد والممتلكات في حالة النزاعات المسلحة، والهدف هو تنظيم سلوك المحاربين للحد من فظائع وآلام الحرب والتخفيف من هذه الآلام، وضمان الحد الأدنى من التعامل الإنساني في الحروب مع المرضى. إذن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي، يسعى من جهة إلى حماية مجموعة من الأشخاص هم أساسا المدنيون
الذين لا يشاركون أصلا في الحروب، والذين كانوا يشاركون في الحروب ولم يعد يشاركون فيها، يعني الغرقى، الجرحى، المرضى والأسرى، حماية هؤلاء وحماية أيضا الممتلكات المدنية التي لا يجب أن تكون هدفا عسكريا. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني، القانون الدولي الإنساني يسعى إلى تقييد استعمال الأسلحة الخطيرة التي تتسبب في آلام كبيرة جدا للأشخاص. إذن هذه بصفة عامة فيما يخص القانون، يعني القانون الدولي الإنساني، يعني أنه ذلك القانون الذي لا نستعمله إلا خلال الحرب وخلال النزاعات المسلحة، ويسعى إلى حماية الأفراد المدنيون الذين لا يشاركون في الحرب، أو حماية المجموعة من الفئات، يعني الجرحى والغرقى والمرضى الذين كانوا يشاركون ولكن لم يعد يشاركون بتاتا في الحرب، وأيضا يسعى إلى حماية الممتلكات المدنية وإلى تقييد استعمال الأسلحة خلال الحروب. إذا كانت الغاية الأولى من القانون الدولي الإنساني هو حماية الإنسان من فظائع الحرب، فإن حقوق الإنسان تسعى إلى حماية الإنسان في جميع الظروف والحالات. إذا كليهما يقومان بحماية الفرد، ولكن الفرق الأساسي بينهما أن تطبيق حقوق الإنسان تكون في حالات السلم، في علاقة الفرد بالدولة، في حين أن القانون الدولي الإنساني يكون تطبيقه في حالات الحرب، يطبق فقط في حالات الحرب، اتفاقيات جنيف الأربع، البروتوكولاتها واتفاقيات لاهاي وغيرها، تطبق فقط في الحرب. إذن الفرق الأساسي هو أن قانون الدولي الإنساني يطبق في حالات الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق في حالات السلم. آليات تفعيل كلا القانونين تختلف. نجد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي التي تشرف على حماية القانون الدولي الإنساني، في حين نجد أن حقوق الإنسان على المستوى الدولي تقوم بحمايته الآليات الدولية، الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمحاكم الجهوية وبالطبع القضاء الوطني. إذن هذه ثلاثة أفكار أساسية. الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو أن قانون الدولي الإنساني يطبق في حالات الحرب، وحقوق الإنسان تطبق في حالات السلم. قانون الدولي الإنساني يهم علاقات فيما بين الدول يعني التي تدخل في نزاع مسلح، في حين أن ضمان حقوق الإنسان تكون في علاقة الفرد بالدولة. وآليات تختلف، آليات الحماية، حماية القانون الدولي الإنساني تكون تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين أن حماية حقوق الإنسان تكون من طرف آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاكم الجهوية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. يعني هناك الآن يعني قواعد مشتركة تلقاها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. منع التعذيب مثلا، منع التعذيب، الاعتراف بالشخصية القانونية، عدم التمييز في المعاملة بين الأشخاص على أساس ديني أو عرقي، الحق في المحاكمة العادلة، هذه كلها مبادئ مشتركة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن في الغاية النهائية هي صيانة الإنسان، كرامة الإنسان وحمايته من التعسف. إذا نكتفي بهذا القدر، شكرا على انتباهكم وانتباهكن، وإلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله.